لك ايه؟ عدم توفر المرافق والخدمات من السمات العامة الموجودة في كل العشوائيات، لكن لما تبقى المرافق والخدمات دي في غيابها بتشكل خطر على السكان، يبقى احنا قدام سؤال مهم ومسؤولية أكبر. استاذ هشام الشاذلي، ليه منطقة الجويقة ما فيهاش صرف صحي؟ لا هي مش منطقة الجويقة بالكامل، الجويقة بالذات يعني المنطقة اللي احنا فيها دي منطقة الثلاثات ما فيهاش صرف صحي رمايه، لكن في عدة أماكن في المنطقة ما فيهاش صرف صحي ولا مية ولا أي حاجة ولا ترابط ولا كلام من ده خالص. بيتك بيطل على الـ على الـ على المية دي، على المية مش نظيفة دي. والعيال اللي بيلعبوا فيها وبيقعوا فيها والله، كل شوية نطلع نجري على المستشفيات. استاذ هشام، طب انتوا ما حاولتوش ان انتوا تتواصلوا مع المسؤولين عشان يمد لكم خط ادمي؟ قدمت اكثر من فتوى لجميع رؤساء الحي اللي احتلوا هذا المنصب من سنه 89، وللاسف الشديد ما حدش نظر الينا. المسؤولين دايما مغمين عينيهم وقافلين ودانهم وما بيبصوش للاماكن اللي زي دي، الاماكن اللي هي موجوده جوه دي ما بيبصوهاش، هم بيبصوا للشوارع الرئيسيه اللي بره بس بينضفوها وركبوا فيها نار، لكن المسؤول ما بيجيش هنا عشان يشوف المنطقه. تحت عمرك يا باشا، بس رجليك طويله ان شاء الله. انا مالك يا ابني، البيت ده بتاع حضرتك؟ ده وده ده مصنع، ده مصنع. الشرف ده انا شايف، بص ماشي جنب الجدار، يعني جنب ده الاساس ده. يعني ده ممكن تبقى وصلك البيت من تحت. ده شيء اكيد. ده شيء اكيد. بس احنا ما بنشوفهاش بعينينا، بس هي تحت الجد، تحت الجدران. احنا عاملين الصرف ده عشوائي من ورا الحي، لان الحي كان رافض ان يعمل صرف اساسا. اللي كان يجي يشوف فيها مصرف كان يدوه محضر. حرام كده يعني. المكان اتبنى عشوائي. وبالتالي هو مش على خطط التنظيم. لا، المساكن دي مساكن طبيعه لمحافظه القاهره. السكن ده بيدفع ايجار للدوله، ما جاش تعدى على ارض دوله ولا بنى مكان عشوائي، هو جه ساكن بطريقه قانونيه. حتى الكهرباء هم لما جم وصلوها ما وصلوش الكهرباء زي ما الناس بتوصل، ادي سكن عشوائي. النهارده لو طفش حتى اكتر من طفل مات بسبب هذه الكهرباء العشوائيه. خد بالك كما نرى هذا المشهد، مشهد غير ادمي. يعني الراجل ده اللي بيخش عليه الميه ده يجي وهو نايم يلاقي الميه كلها داخله عليه جوه، يجيب له الكاس.